يعني مجموعة الميثاق الوطني هل ستكون هي حاضنة حقيقية للدكتور حمدوك في الفترة المقبلة، وسترفض الدكتور حمدوك كما ذكرت سابقا أنه لا يستطيع تعيين الوزراء، هل ممكن أن ترفض لها بالوزراء والمعينين في الوزارات أو في يمكن كما ذكرت كمان من الملاحظ كان أنه يعني أغلبية حضور هذا التوقيع على هذا الإعلان هم من مكونات اعتصام القصر، ويمكن هم كانوا من يعني هم يعتبروا حاضنة إذا جاز التعبير لهذا الانقلاب الذي تم في 25 أكتوبر. شاهدنا جميعا الشعارات التي كانت تنطلق من ذلك الاعتصام، شاهدنا الناظر تريك موجود في هذا الإعلان في هذا التوقيع، هو كان أغلق طريق ويمكن يعني أدخل البلاد يمكن في انسداد في ظاهرة يعني جديدة على السودان لم يعهدها السودان طوال فترة مقاومته لأي طغيان، بأن يتم يجعلون المواطنين هم من يدفعون الثمن، حصل هناك شح كبير وما إلى ذلك. بالتالي يعني هذا الإعلان يمكن تم في هذا الإطار، وحتى الذين كانوا يقابلون الدكتور حمدوك في الفترة السابقة في إطار يعني محاولة إيجاد وساطات وإيجاد حلول كانوا من هذه المكونات، لم يسمح لأي من حاضنته السياسية أن تقابله، فهذا الإعلان فيه نوع كبير من التحيز، وحتى الذي وقع عليه هو الدكتور حمدوك في شخصه وهو لا يمثل القوى المدنية، قلنا أنه كان رمزا لها، ولكن طالما بنظرة الشارع عليه طالما انحاد عن هذا الطريق فهو لا يمثله. بالتالي يعني هذا الإعلان هو إعلان متحيز، يعتبر يعني هو لا يمثل كافة القطاعات المدنية، وحتى في الترحيب الدولي يعني احنا لاحظنا دول كثيرة مهتمة بالقضية السودانية، والسودان يعني يمثل يعني أيقونة للثورة وأيقونة للديمقراطية والانتقال في القارة الأفريقية وفي العالم العربي، وتتمنى كل هذه الدول المحبة للديمقراطية والاستقرار في المنطقة بأن يكون السودان مثالا لذلك.